قرار تعييني في مجلس النواب تكليف وليس تشريف، هذا ما صرح به الكاتب الصحفي عماد خليل فور اختياره ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب المقرر بدء جلسته الافتتاحية في 10 يناير الجاري. فعماد خليل أحد الصحفيين البارزين في جريدة المصري اليوم، كما عمل في العديد من المجالات الإعلامية والقنوات التلفزيونية وتقلد منصب مستشار المعهد القومي للحوكمة. يؤمن بأن القيادة السيادية هي من مهدت الطريق للشباب والمرأة للتواجد داخل العمل السياسي، لذلك سيكون هدفه الأول هو خدمة الوطن والمواطن ورفعة شأنهما.